بالنسبه لي انا تلقيح مسائل عاديه، يعني كون كانت فيها شي حاجه ما غاديش يديروا الناس قبل من نرى اطنان ديال الناس دازوا داروا سميتو داروا العسكر داروا الطب داروا الفرامليه داروا التعليم داروا هادي طول ما غايضحيوش بهاد الناس كاملين باش 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 سميتو عليه. الحمد لله التلقيح راه داروا سيدنا قبل منا وداكشي هذاك ما كاين حتى مشكل. نحن نطلب الله سبحانه وتعالى يهز عنا هذا الوباء كاع المسيره تستمر في المغرب ويحيى المغرب. جيت اليوم باش ندير التلقيح وشويه مخوفه، ما تيقاش في راسي، كنتمنى هادشي يدوز مزيان. بحال تقريبا من الطفوله ما درت تلقيح، دونك هذه لا دوزيام فوا في حياتي كلها، غادي نصبر وشوف النتيجه. الحمد لله دوزنا تلقيح وكانت الطريقه باش تلقيناها بطريقه طبيعيه، والحمد لله ما فيش اعراض، ما كاينش اعراض اللي صعيبه على الانسان، كتكون شي اعراض خفيفه تقريبا ذاك العياء العام وداك الشيء، ما كتفوتش 48 ساعه كيرجع الانسان لحالته الطبيعيه. انا من الناس الصفوف الاماميه اللي قمت باللقاح استرازينيكا، الحمد لله يعني دازت الامور مزيانه، الحمد لله واحد لاكيومون مزيان، حقنت دابا تقريبا شي يومين هذا، واعراض جانبيه عاديه تقدر تجيك شويه درك راسك شويه سخانه، مي الحمد لله عادي ما كاين حتى شي حاجه. دوك الاشاء انا افنيت دوك الاشاعات ديال يوقع شي حاجه ما تبقى شي حاجه اللي عادي، لانه درت الفاكسان البارح ما عندي حتى شي اعراض، ما عندي حتى مشكل، فاكسان مزيانه كل شيء داز مزيان، النظام كل شيء غادي مزيان، كاين شي شويه ديال الجلبه، ولكن الجلبه بحال الجلبه ديال بكري.